للتعليق على المعوقات التي تقف أمام تشكيل الحكومة اللبنانية ينضم إلينا عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب والصحفي اللبناني عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك سيد عبد الرحمن. بداية، رغم أن الأجواء كانت صحية ومبشرة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إلا أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري خرج مؤخرا ليحذر من احتمال انهيار الأوضاع، ما الذي غير الأحوال؟ يعني من حيث الموضوع، يعني وجهة نظر الإعلامية أو ما يشاء إعلاميا، هو دائما ما يتم كل فترة عندما تحل عقدة يتم إنتاج عقدة جديدة. هذه المرة الرئيس الحريري لم يوضح هي العقدة الجديدة، لكن أنا برأيي أن الثابت أن الظروف الدولية والإقليمية لم تنضج بعد لإنتاج حكومة لبنانية جديدة. الأخطر من ذلك بتقديري أن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان تمكنت خلال الأشهر الماضية من إعادة الحديث في المحاصصة وفي تقاسم السلطة بين الأحزاب السياسية على أسس المحاصصة السياسية والمحاصصة المذهبية والطائفية، وبالتالي هي محاولة بتقديري من النخبة الحاكمة إلى إعادة الأمور إلى نصابها، أي بمعنى إلى إنتاج حكومة محاصصة تضمن لكل حزب حصة في الحكم بعيدا عن مطالب الشارع التي تدعو إلى حكومة تكنوقراط حقيقية ذات صلاحيات تشريعية يمكنها نقل البلد إلى مرحلة جديدة في لبنان. فيبقى أنا يعني هذا التعقيد برأيي هو، يعني لا أريد أن أكون شائما، لكنه هو جولة يعني ربحتها الأحزاب الحاكمة اللبنانية على اختلاف نوعها، وإن كان فيها اختلافات فيما بينها، لكنها كلها تجمع على مبدأ المحاصصة وعلى عدم إحداث خرق في المنظومة السياسية اللبنانية. نعم، طيب سيد عبد الرحمن، يعني إلى أي مدى أثر إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، زيارة لبنان طبعا، على سير تشكيل الحكومة وهو صاحب المبادرة؟ هل أثر عدم زيارته على الواقع في لبنان؟ الدور الفرنسي على أنه هو دور وساط، وإن كان ماكرون يحاول إظهاره بأنه قادر على الضغط أو عدم الضغط، يعني ماكرون هو يقوم بوساطة بين الولايات المتحدة وبين إيران، صح التعبير، لإنضاج الوضع في لبنان باتجاه معين. وبالتالي سواء جاء ماكرون أم لم يأتي، لا يمكن في هذه اللحظة، حزب الله من خلف إيران لن يقدم أي تنازل للولايات المتحدة طالما أن ترامب موجود في البيت الأبيض، وهم بانتظار أن يتسلم بايدن الحكم، وبعد ذلك يمكن أن يكون هناك مفاوضات حقيقية بين الطرفين لأجل تمرير حكومة في لبنان. لا نعرف كيف شكلها، لكن يبدو أن التوجهات العامة في لبنان تميل إلى أن سيكون أكثر تساهلا مع إيران، وبالتالي يبدو أن العودة إلى المحاصصة، إلى حكومة محاصصة سياسية، هي الأغلب في حال كانت سياسة بايدن أكثر تساهلا مع إيران من سياسة ترامب. طيب، إذا كان يعني حزب الله وكتلته بحسب مراقبين هو من يعرقل سير تشكيل الحكومة، باعتقادكم ما هي دوافعهم التي تقف وراء ذلك؟ بالنهاية حزب الله له ثوابت. حزب الله عارض الحكومة التكنوقراط بشكل رئيسي، حزب الله عارض أن يكون هناك يعني حكومة لها صلاحيات تشريعية، حزب الله يرفض العقوبات الأمريكية، يرفض أن تلعب هذه الحكومة أي دور، أي حكومة ممكن أي دور في تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، وبالتالي فحزب الله هو لن يكون مستفيدا عمليا من الاتيان بحكومة تكنوقراط مستقلة تقوم بأجندة تتصالح مع المجتمع الدولي إن صح التعبير، وبالتالي هذه دور حزب الله مستفيد من الوضع الحالي في لبنان، لأنه يمتلك نفوذا، يمتلك قدرة على السيطرة على جزء كبير من الحكومة ومؤسسات الدولة، وبالتالي هو لن يستسلم بسهولة لأي ضغوط سواء كانت ضغوط محلية أم خارجية. طيب، في سؤالي الأخير إليك سيد عبد الرحمن، يعني ما هي توقعاتك الشخصية لسياسة بايدن تجاه لبنان وحزب الله وأثر ذلك على الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وهما الأهم طبعا؟ من خلال التصريحات الأولية لبايدن ووقفه في الأيام الأخيرة، يبدو أنه سيعود إلى سياسة أقرب إلى سياسة باراك أوباما، وإن كان ليس بنفس المستوى من التساهل، هذا يعني أنه ربما سيتم تخفيف بعض العقوبات على إيران، هذا سيعني إطالة أمد الصراعات التي تخوضها إيران منطقة لفترة أطول، يبدو هذا التوجه، لكن لا نستطيع أن نحسم لأن حتى اللحظة لم يبدو هذا الموضوع. بايدن يكون أن لديه شروط للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن حتى هذه اللحظة ليس هناك ما هو أكيد وثابت، لكن أنا بتقديري أن بكل الأحوال سيكون بايدن أكثر تساهلا من ترامب، بمعنى أن إيران ستجد نوع من الراحة أكثر
من خلال حكم بايدن، وهذا يعني أن حزب الله سيكون وضعه الداخل اللبناني أقوى مما عليه الآن. الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.